في مدبة زارت كاميرا رؤية السوق الشعبية المسقوف الذي هيأته البلدية للتجار فوجدته مهجورة. التجار هجروا السوق واستعاضوا عنه بالرصيف ليضعوا بسطاتهم عليه، فتحول السوق الشعبي بفعل الإهمال إلى مكرهة صحية. ويبرر التجار هذا التصرف باضطرارهم إلى دفع إيجار في السوق وبأن الزبائن يحجمون عن الدخول إليه، بينما يبرر الزبائن عدم دخولهم بوجود البسطات في الخارج. سوق الخضار هذا تأسس من حوالي 15 سنة، وقعد حوالي سنتين أو ثلاث سنين داخل السوق تبع الخضرة. بعد فترة النساء بخافوا انه يدخلوا جوا جوا سوق الخضرة لانه كبير ومعتم، عشان هيك صار تبعون الخضرة صاروا يطلعوا لبرا. الهنجر عبارة عن هسه حاليا مكرهة صحية، لا مياه لا كهرباء لا ابواب لا نظافة، بعدين عبارة عنه ايش يعني، خلينا اشبهه مخ مرموز مسكر من الاربع جهات، يعني اللي مارق ما بيعرف انه في خضره جوا، ما بيعرف انه في بيع بسطات جوا. بعدين تقدر تقول انه يعني احنا قاعدين ندفع اجره، والاجره هذه ما في مقابلها خدمات.